إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الأوفياء لقناة شوف تي في، مرحبا بكم متابعين الأوفياء في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. إذن مباشرة متابعين الأوفياء من مدينة العرائش مع الحصيلة اليومية. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس عن ظهور 620 إصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 473,667 حالة في المملكة المغربية. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت 28 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 8351 حالة. وتم التأكد من شفاء 742 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالي للتعافي إلى 452,522. إذن كما سمعتم متابعين الأوفياء أن الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات بفيروس كورونا كترتفع للأسف الشديد، 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمملكة المغربية و 28 حالة وفاة. عدد الوفيات كترتفع للأسف الشديد متابعين الأوفياء، عدد الوفيات كترتفع. إذن توهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة وكذا السلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل روح ومسؤولية. أما فيما يخص متابعين الأوفياء عدد الإصابات في إقليم العرائش، فالإقليم سجل تقريبا 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإقليم ما بين مدينة القصر الكبير ومدينة العرائش. إذا ما فيها بأس متابعين الأوفياء أنكم تردوا البال وتكونوا على بال، فيها بأس أنكم تعملوا كل ما يمكن الاحتياطات اللازمة من أجل تفادي إصابة فيروس كورونا. إذا ما فيها بأس أننا نذكركم بالحصيلة 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 28 حالة وفاة، 742 حالة شفاء بالمملكة. إذا كنتمناو ما فيها بأس متابعين الأوفياء أنكم تردوا البال وتكونوا على بال، ما فيها بأس تردوا البال وتكونوا على بال خاصة أن عدد الإصابات كترتفع للأسف الشديد. كان كما قلنا للأسف الشديد عدد الإصابات لا زالت كترتفع وكذلك عدد الوفيات. نتمنى السلامة للجميع متابعي الأوفياء لقناة شوف تي في سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. إذا تحية لجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه، كنتمنى أنكم تكونوا على ما يرام متابعي الأوفياء. ما فيها بأس أنكم تردوا البال وتكونوا على بال، ما فيها بأس إنسان يعمل الكمامة ديالو ودير الاحتياطات اللازمة من أجل الوقاية من فيروس كورونا اللعين، الفيروس الذي لا زال يحصد ضحايا للأسف الشديد. لأن الحصيلة بإقليم العرائش متابعين الأوفياء 13 إصابة جديدة فيروس كورونا ما بين مدينة القصر الكبير ومدينة العرائش. إذن كنحيو جميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء لقناة شوف تي في سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه في هذا البث المباشر والحصري، وتحياتي للجميع.